معناها الميزانية التشاركية؟ الميزانية هي عبارة عن خطة العمل المالية للدولة خلال عام كامل، تتضمن الموارد أو الاستخلاصات والنفقات أو المصاريف. وكيف ما الدولة عندها ميزانية سنوية، البلدية زادة عندها ميزانية باش تخلص شهر الخدمة وتعمل المشاريع وتقدم الخدمات للمواطنين. لكن كيفاش المسؤول في البلدية ينجم يحدد الأولويات للمواطنين من غير ما يستشير؟ الميزانية التشاركية عبارة عن عملية ديمقراطية وآلية تشاركية تسمح للمواطنين باش يحددوا جزء من الميزانية متاع البلدية فاش باش يتصرف. كيفاش؟ يقرر المجلس البلدي تخصيص نسبة من الميزانية للاحتياجات اللي يقررها المواطنين. البلدية تقوم من بعد باجتماعات عامة مع المواطنين باش يحددوا الأولويات اللي يتصوروا منطقتهم في حاجة لها، وباش حد ما يظلم حد تتشكل لجان عمل تطوعية وكل لجنة تخدم على منطقتها باش تأكد على الأولويات متاعها. وكيف اللجان تكمل خدمتها تتعرض لنتائج في الاجتماع العام واللي يكون مفتوح للمواطنين الكل. على ضوء هالنتائج يتم التصويت كل حد حسب حاجاته اللي يراها لازمة. النتيجة متاع التصويت هي اللي باش تحدد شنية أولويات المواطنين ويتم إضافتها في الميزانية للعام الجاي. بالطريقة هذه يكون المواطنين شاركوا في صنع القرار المحلي وساعدوا في تطوير البلدية وزاد فهمهم بأمور البلاد، وتتعزز الشفافية وتزيد من ثقة المواطن في المؤسسة.